ما كاينش شهر سعد المجرد، كاين بزاف، كاين بزاف ديال المجردين، وربما يكون هناك حيت هذا المشكل لم يقع لسعد المجرد بوحده، ولكن هناك مايكل جاكسون، هناك تايزن، هناك عدد من النجوم المشهورين الذين متابعين بهذا النوع من التلبس أو إسقاط الإجرام، نوع من يعني كي يكتسب المال أو الشهرة أو غير ذلك. ف يعني كلينتون الرئيس، جوز كلينتون كذلك طاع في هذه المطبة، وكذلك ترامب، وكذلك عدد من النساء الذين يحتكرون هذه الفرصة لكي يستقطبون الأموال الطائلة من طرف فنانين ميسورين، قد يكونوا بريئا أو قد يكونوا يعني فاعلا، ولكن أنا أتمنى أن تكون المسائل بشكل قانوني، وأن ينال كل واحد منهم حقه وبراءته، يعني هذا هو المضمون.